بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلبة التعليم الفن الصناعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة على قناتنا، قناة مصر للتعليم الفني، اللي طبعا كلنا سعداء إن احنا شغالين فيها لخدمتكم. حلقتنا النهاردة مخصصة لطلبة الصف الثاني تريكو آلي، وهنبدأ مع بعض مادة جميلة جدا كلكم بتحبوها، هي مادة التراكيب البنائية. دي أول حلقة لينا في مواد الصف الثاني تخصص تريكو آلي للترم الثاني. هنبدأها بمادة التراكيب زي ما قلت، وخدنا عايزة أعرف كده، خدنا فكرة سريعة كده عن الترم الأول، خلصناه الحمد لله كله على خير. بدأناه بأقمشة الأجور، سواء بنقل إبرة أو نقل إبرتين، واللي بيطلق عليه اسم الأجور الضيق والأجور الواسع. وبعد كده كملنا بخلايا النحل الخفيف والثقيل، ورسمناها كلها مع بعض على الهوا. ويا ريت نكون كلنا حضرنا حاجتنا عشان برضو نبدأ نشتغل مع بعض على الهوا مع بعض النهاردة إن شاء الله. وكملنا بعد كده تصميمات او ترتيبات باختلاف ترتيب كعوب الابر على المكنه المستطيله النصف جاكر. هنبدا النهارده باول حلقه لينا في الترم الثاني لماده التراكيب، وهي اقمشه الرب. اقمشه الرب دي من الاقمشه البسيطه جدا اللي بتنتج على الماكينه المستديره ذات السلندر والقرص او السلندر والضيل. طبعا دي جمله جديده علينا، كلمه السلندر والقرص او مكنه مستديره دي حاجه جديده علينا، لكن هنبدأها مع بعض في سنة تانية وهنكملها إن شاء الله في سنة تالتة. طبعا المكنة المستديرة دي هندرسها بالتفصيل في سنة تالتة، ومعنى أن أنا أقول مكنة مستديرة يبقى أعرف على طول أن قضيب الإبر أو حامل الإبر بتاعي مستدير، بيبقى أعلى منه قرص. القرص ده بيطلق عليه اسم الضيل، والقرص والضيل بيتعاونوا مع بعض لتكوين الغرز. وبرضه لازم نبقى عارفين حاجة مهمة جدا، ان انا عندي السلندر بيتم عمل غرز الوجه، اما الضيل فبيتم عليه عمل غرز الظهر. نبدأ مع بعض كده ترتيباتنا النهاردة ونشوفها مع بعض هنبدأ بإيه. اول حاجة عندي هي مادة التراكيب البنائية للصف الثاني تريكو آلي. قلت هنبدأ مع بعض بمادة مهمة جدا هي مادة التراكيب، وهنبدأ بأول حاجة اللي هي منسوجات الرب ومشتقاته. طب ايه الجزء النظري اللي هناخده عن منسوجات الرب؟ تنتج أقمشة الرب بتشغيل بعض الإبر وإلغاء البعض الآخر في كل من السلندر والضيل. معنى ايه الجملة دي؟ تاني، بتنتج أقمشة الرب بتشغيل بعض الإبر، يعني بعض الإبر هيكون عندي شغال، وإلغاء البعض الآخر يعني في بعض آخر غير شغال، طبعا بترتيب إبر محسوب. ويتم ده إمتى؟ في كل من السلندر والضيل أو السلندر والقرص. من أنواعه، أنواع الرب عندي 1 إلى 1 أو 1 على 1 أو 2 على 2 و3 على 3. وناخد بالنا قوي لما أجي أقول 1 على 1 أعرف على طول ان معناها ان في ابره اولى شغاله والابره الثانيه غير شغاله في السلندر. اما في الضيل العكس، وده لما نرسمه مع بعض دلوقتي هيوضح معانا اكتر. طب ولما اقول 2 الى 2 او 2 على 2 يبقى معناها ابرتين شغالين وابرتين غير شغالين. طب ولما اقول 3 على 3 اقول 3 ابر شغالين و3 ابر غير شغالين. لازم ناخد بالنا واحنا بنرتب الابر ان السلندر يكون عكس الضيل. يعني ايه؟ يعني لو الابره شغاله في السلندر يكون قصادها الضايل ابره غير شغاله، ولو الابره غير شغاله في السلندر يكون قصادها ابره شغاله في الضايل. طب نكمل مع بعض ونشوف بقيه الجزء النظري بتاعنا ايه. بيقول لي من مميزاته المطاطيه العاليه، يبقى معنى كده ان هو بيتميز بالمطاطيه العاليه، ويستخدم في عمل الاساور وبداية المشغولات وبعض المنتجات الداخلية. طبعا كلنا لو جبنا البلوفرات بتاعتنا في البيت وشفناها هلاقي دايما ان اللياقة والاساور بتبقى مصنوعة من تركيب مختلف عن بقية البلوفر. ليه؟ لان انا ببقى عايزة في اللياقة والاساور دي عايزة مطاطية، كمان الاستك من تحت برضو بيبقى عايزة له مطاطية، علشان كده بستخدم له اقمشة الرب. يبقى دايما بستخدم الرب في الاساور بتاعه البلوفرات، كمان في اللياقات وفي بدايه المشغولات. وقلت دايما ببقى عايزاها تتميز بالمطاطيه، عشان كده بتبقى قماشتها مختلفه عن بقيه البلوفر او بقيه الجاكيت بتاعي بترتيب ايه؟ بترتيب الرب بانواعه المختلفه. طيب نكمل مع بعض ونشوف اول حاجه عندي ايه. اولا الرب 1 لـ1،
معنى كلمة الواحد لواحد قلنا معناها إبرة تعمل وإبرة لا تعمل. يبقى أولا الرب واحد لواحد، وبيتم فيه ترتيب الإبر، إبرة تعمل وإبرة لا تعمل. لمين؟ لكل من السلندر والقرص. ما احنا قلنا القرص هو الضي. طيب وإيه كمان؟ بيقول لي كمان سرعة التغذية بتكون واحدة. ليه سرعة التغذية واحدة؟ لأن عدد الإبر الشغالة قد مساوي تماما أو قد عدد الإبر الغير شغالة، فطبيعي إن المغذي هنا هتبقى سرعته واحدة. ده غير إن أنا كمان ببقى عايزة مغذي واحد هو اللي بيغذي الإبر بغرزة التصريف، يعني غرزة وجه عملية تصريف وغرزة الظهر برضو تصريف. طبعا إحنا عارفين لما أنا بقول كلمة تصريف ده هيختلف في الرسم عما أنا لو قلت غرزة عايمة عن قلت غرزة معلقة، كل منطوق منها او كل شكل غرزة بيبقى فيه شكل في الرسم. فيبقى ناخد بالنا قوي لما اقول تصريف ونبقى انا ارسم لازم اعمل الغرزة تصريف. بيقول لي هنا وجميع الكامات في حالة تشغيل تصريف، لان احنا اتفقنا ان كل الابر شغالة عندي تصريف. يبقى تاني اقمشة الرب واحد لواحد بيتم فيه ترتيب الابر، ابرة تعمل وابرة لا تعمل، وسرعة التغذية واحدة، وجميع الكامات في حالة تشغيل تصريف. يعني معنى كده ان الكامات كلها شغالة تصريف. وجالي اول سؤال بيقول لي مطلوب رسم رب واحد لواحد في حدود اربع اعمدة واربع سطور. ايه ده؟ هو هيحدد لي عدد الاعمدة وعدد السطور اللي انا هشتغل بيها؟ ايوه، لازم يحدد لي في الرب عدد الأعمدة وعدد السطور اللي هشتغل بيها عشان أعرف أنا هرسم تكرار ولا تكرارين ولا ثلاثة. طب أنا لما أقول رب واحد لواحد يبقى أنا في الحالة دي التكرار للإبر كم إبرة؟ طبيعي هيبقى على إبرتين. هو قال لي هنا عايز أربع إبر، يبقى معنى كده إن هو عايز تكرارين. طب إحنا قلنا إن التغذية واحدة والمغذي واحد بيغذي كل الإبر تصريف، يعني معنى كده إن التكرار على سطر واحد. لا، هو هنا قال لي اربع سطور. معنى اربع سطور يعني عايزني اعمل اربع تكرارات. يبقى هو عايزني هنا اعمل تكرارين في اتجاه الابر واربع تكرارات في اتجاه السطور. طب نبدا مع بعض كده ونشوف هنرسمها ازاي. يا ريت نحضر ادواتنا كده ونبدا نشتغل مع بعض. اول حاجه قال لي رب واحد لواحد، يبقى معناها ان الابره دي ايوه شغالة وإبرة غير شغالة. يبقى ناخد بالنا أوي من النقطة دي. طيب لما أجي أرسم ترتيب الإبر بتاعي أهو بالشكل ده كده، بعمل خط فاصل للسلندر والضيل زي ما احنا شايفين. الوجه الأمامي ده سلندر والوجه الخلفي ضيل أو قرص. طيب احنا قلنا ترتيب الابر بتاعنا رب واحد لواحد، يعني ابرة تعمل وابرة لا تعمل. يبقى انا كده رتبت في السلندر ابرة تعمل وابرة لا تعمل، وفي الظهر او الضيل العكس. يعني ايه العكس؟ يعني قصاد الابرة التي تعمل ابرة لا تعمل، وقصاد الابرة التي لا تعمل ابرة تعمل بالشكل ده. لو انا جيت عديت بقى التكرار بتاعي هلاقيه على كام ابره؟ انا بعد الابر الشغاله مش الابر الغير شغاله. يبقى انا عندي دي كده الابره رقم واحد، يبقى دي الابره رقم اتنين. يبقى انا كده عندي التكرار بتاعي على ابرتين. هو قال لي عايز اربع ابر، يبقى انا هكرر ده تاني اهو بالشكل ده، ابره تعمل وابره لا تعمل برضو، وفوق العكس اهو بالشكل ده كده زي ما قلنا السلندر بيكون عكس الضيق. ده كده اسمه ترتيب الابر، لاني لسه ما حطيتش خط سير الخيط. يبقى اول ما احط خط سير الخيط بقى اسلوب خرائطي اهو. خط سير الخيط قلنا ان هو كله تصريف اهو بالشكل ده كده اهو كده. بقى خط سير الخيط بتاعي بقى اسلوب خرائطي. طب انا عملت كده كام سطر؟ عملت سطر واحد. لا، ده هو قال لي عايز اربع سطور، يبقى انا هكرر ده تاني كده فوق عندي اهو بنفس الشكل تاني، وبرده هتبقى ابره تعمل وابره لا تعمل اهو
نفس عدد الإبر بنفس الشكل، وفوق العكس أهو. طبعا احنا اتفقنا ان فوق هي إبر الضيل وتحت هي إبر السلندر أهو بالشكل ده كده. يبقى انا كده عملت برضو ترتيب الإبر، وانا قايله كله تصريف أهو، لفيت الخيط أهو. يبقى ده كده السطر رقم 2. لا انا عايزة لسه 4 سطور، يبقى هرجع اكمل تاني فوق هنا السطر التالت اهو بنفس المقاس بتاعي وبنفس الشكل وبنفس الترتيب اهو، بنفس الشكل اهو بنفس الترتيب، إبرة تعمل وإبرة لا تعمل، وفوق في الضايل طبعا العكس اهو. يبقى ده كده السطر التالت اهو، لازم اعمل خط سير الخيط عليه اهو بالشكل ده كده. ده كده رقم 3. لا هو قال لي 4 سطور، يبقى هعمل سطر كمان رابع اهو، ممكن نعمله فوق وممكن نعمله تحت جنبه مفيش مشكلة اهو، بنفس الشكل ونفس الترتيب، إبرة تعمل وإبرة لا تعمل اهو، وقصاد طبعا الإبرة اللي مش شغالة إبرة شغالة والعكس اهو. ده كده السطر رقم 4، وهلف عليه الخيط اهو. يبقى ده كده السطر رقم 4. يبقى انا كده عملت الاسلوب الخرائطي 4 سطور واربع ابر. جت منين الاربع ابر؟ اهي ادي 1 2، ده كده تكرار 2. لا عايز 4، هكرر تاني يبقى 1 2 كمان، يبقى دي رقم 3 ورقم 4. لو انا عديت الابر يبقى 1 2 3 4، يبقى كده 4 ابر واربع سطور. طيب عايزين نعمل الاسلوب الرمزي بتاعها، هاجي هنا في الجنب وهعمل 4 ابر واربع سطور اهو بالشكل ده كده، واعمل المربع بتاعي واقفله عشان ابقى كده حددت المساحة بتاعتي اهو. 4 ابر واربع سطور وقفلت المربع بتاعي بالشكل ده كده، وببدأ اعمل الرمز بتاعي. احنا عارفين ان رمز الوجه، ايوه رمز الوجه اكس في التصريف، ورمز الظهر او، واحنا اتفقنا ان دي غرزة تصريف. يبقى الابرة الاولانية هنا اشتغلت تصريف وجه، هي اشتغلت هنا تصريف وجه، هي هنا اشتغلت تصريف وجه، هنا اشتغلت برضو تصريف وجه، يعني ال4 سطور عندي تصريف وجه اهو، عملت حرف الاكس. طيب التاني ده ظهر يعني ضيل يعني او اهو، واشتغل برضو ال4 سطور بالشكل ده حرف الاو. طيب الابرة رقم 3 دي جت في السلندر، يعني غرزة وجه هنا تصريف وجه تصريف وجه تصريف ووجه تصريف. انا ممكن امشي صفوف يعني صف، وممكن امشي ابرة عمود بالطول يعني براحتي مفيش مشكلة، الاتنين عندي هيبقوا صح مادام طلعت نفس الشكل. طيب واللي بعده هيبقى عبارة عن ايه؟ عمود ظهر برضو اهو. ويبقى انا كده خلصت التكرار بتاعي اللي هو عايزه او قال لي عليه 4 ابر. طب لو انا حبيت بقى اعمل الاسلوب التصويري، واحنا اتفقنا ان الاسلوب التصويري بيتعمل على مسافات متساوية اهو بالشكل ده كده، 4 ابر اهو واربع سطور، ولازم تبقى المسافات عندي متساوية، يا اما 3 مربعات يا اما 4 مربعات براحتي زي ما انا عايزة اشتغل، بس لازم يكون في انتظامية في الرسم او انتظامية في مقاس الغرزة اهو. انا كده بحط النقط اللي بتساعدني في الشغل بتاعي اهو. طيب احنا اتفقنا ان اول عمود عندي هنا كله شغال ايه؟ وجه اهو. يبقى اول عمود شغال وجه بالشكل ده، جنبه اهو الابرة التانية ظهر اهي نص دايرة. طيب اللي بعدها وجه اهي بالشكل ده كده، واللي بعدها اهي ظهر اللي هي الضيل او ابرة الضيل اهي ظهر. انا كده مشيت بالسطر او بالصف، لو كنت عايزة امشي بالابرة او بالعمود مفيش مشكلة. طب هي نفس الحركة ما اتغيرتش، يعني دايما الاولى هتبقى وجه اهي،
اللي بعدها ظهر وجه وظهر، كذلك السطر الثالث احنا ما عملناش اي تغييرات، وجه ظهر وجه بالشكل ده اهو، ظهر اللي بعده وجه ظهر وجه ظهر. طبعا غرزة سهلة جدا، والطلبة كلها بتستنى انها تيجي في الامتحان علشان خاطر تجيب فيها درجة كويس. وببدأ اعمل الساقين بتوعي اهو عشان ابدأ اوصل الغرزة بعد كده اهو بنفس الشكل اهو، بعمل لكل راس عملتها الساقين بتوعها عشان بعد الساقين ببدأ اعمل القدمين اللي عن طريقهم بيتم تشابك غرز التريكو او عراوي التريكو اهي بالشكل ده كده. اكمل طبعا كل غرزة ليها ساقين وليها قدمين عشان يشبكوا في بعض اهو. طبعا اقمشة التريكو دي من الحاجات المهمة جدا عندنا دلوقتي في حياتنا، كلنا دلوقتي بنلاقي في الملبوسات بتاعتنا كلها تريكو سواء صيفي او شتوي، يعني غذا السوق كله بمنتجاتنا اهو. انا بعمل دلوقتي الساقين ليهم كلهم بالشكل ده كده اهو، يبقى انا كده عملت الرأس وعملت الساقين. لو انا حبيت اعدهم يبقوا دول كده الاربع اعمدة بتوعي. طيب الاربع سطور بقى اقفل القدمين بتوعي اهو بالشكل ده كده، اقفل القدمين او اشبك القدمين اهو بالشكل ده كده. علشان كده للاسف اقمشة التريكو لو اي فتلة اتقطعت منها طبيعي لازم تكر القماشة كلها، لان خيط واحد هو اللي بيغذي كل الابر، ودي ميزة تريكو اللحمة. يبقى ده كده السطر الاول التاني التالت، امال فين الرابع؟ ايوه الرابع اهو المفروض بيبقى جاي من هنا كده، القدمين بتوعي عشان يتوصلوا كده بالشكل ده كده اهو. يبقى انا كده عملت رقم 4. يبقى انا كده رسمت الرب واحد لواحد بالاسلوب الخرائطي والاسلوب الرمزي والاسلوب التصويري، ودول الثلاث اساليب عندنا لغايه دلوقتي اللي احنا بنشتغل عليه. طبعا غرزه سهله جدا، ولو جات لنا في الامتحان طبعا الطلبه كلها تقفل فيها، بس اهم حاجه ناخد بالنا طريقه الرسم. يبقى لازم وانا برسم اكون معايا ادواتي، المسطره والقلم لازم يكون ليه سمك لان انا برسم خيط، والخيط دايما بيبقى ليه سمك. يبقى انا اخد بالي من النقطه دي، بدل ما امسك القلم يبقى خطه رفيع وارجع اعيد عليه اكتر من مره عشان يتقل، لا طب ما انا من البدايه استخدم قلم يكون ليه سمك عشان يعمل لي فتله ليها سمك. بكده نبقى احنا خلصنا الرب واحد لواحد، احد انواع اقمشه الرب اللي احنا قلنا عندنا اكتر من نوع. طب نشوف مع بعض النوع التاني بيقول لي ايه. النوع التاني من اقمشه الرب، ادي النوع التاني وهو الرب 2 لـ2. يعني ايه رب 2 لـ2؟ رب 2 لـ2 احنا اتفقنا معناها ابرتين تعمل وابرتين لا تعمل، يبقى تنتج منسوجات الرب 2 على 2 او 2 لـ2 بنفس اسلوب، نفس الاسلوب الايه السابق اللي هو الرب واحد لواحد، بحيث تترك ابرتين في كل من السلندر والضيل، وتكون جميع الكامات في وضع تصريف. يعني الكامات كلها برضو هتكون في وضع تصريف، واهم حاجة عندي ترتيب الابر، ابرتين وابرتين لكل من السلندر والضيل. نكمل مع بعض. وقال لي السؤال اهو، مطلوب رسم الرب 2 على 2 بالاسلوب الرمزي والخرائطي والتصوير. نرجع تاني ونبدأ نرسم تاني. قال لي ترتيب الابر عندي، قال لي رب 2 على 2، يبقى ترتيب الابر بتاعي ابرتين تعمل وابرتين لا تعمل لكل من السلندر والضيل. يبقى انا دايما ببدأ بالسلندر لان هو ابر الواجهة عندي، في الحالة دي هعمل ابرتين تعمل في السلندر وابرتين لا تعمل في السلندر، وفي الضيل او فوقه هيكون العكس. يعني ايه العكس؟ يعني هبدأ بالابر الغير شغالة وبعدين الابر الشغالة. طب نبدأ مع بعض كده ونشوف الرب 2 على 2 بنبدأ نرسمه ازاي. اول حاجة عشان ارسمه
لازم احدد ترتيب الابر. قال لي هنا في حدود 4 أعمدة و5 سطور، يعني طالب مني ان انا هرسم الرب هنا في حدود 4 أعمدة و5 سطور. يبقى انا هعمل هنا اهو، هبدأ اعمل كده اهو، عندي ترتيب الابر بتاعي ابرتين وابرتين، يبقى هنا ابرتين تعمل بالشكل ده كده وابرتين لا تعمل اهو. طيب وفي الضيل العكس زي ما اتفقنا اهو، ده كده تكرار اهو بالشكل ده كده، يبقى كده ابرتين تعمل وابرتين لا تعمل، ده كده السطر الاول. طيب ارجع تاني وعيد السطر التاني اهو بنفس الشكل اهو، ابرتين تعمل وابرتين لا تعمل، وفوق العكس اهو، قصاد الابرة التي لا تعمل ابر تعمل، وده كده يبقى رقم 2. طيب هو قال لي 5 سطور، يبقى انا هرجع اعيد ده كم مرة؟ ايوه هعيده 5 مرات اهو، يبقى هنا رقم 3، عندي ابرتين تعمل وابرتين لا تعمل، وفوق العكس اهو بالشكل ده كده، يبقى ده كده رقم 3. هو قال لي عايز 5، يبقى انا كده عملت 3 بس، هعمل الرابعة اهو بنفس الشكل اهو، ابرتين تعمل وابرتين لا تعمل، سهلة جدا بس محتاجة تدريب ايد عشان نطلع الغرزة مظبوط. يبقى ده كده السطر رقم 4 اهو، وفوق هعمل السطر رقم 5 اهو بالشكل ده. قلت زي ما واحنا شغالين دايما ابقى واخدة بالي من المقاسات ان كلها تبقى مظبوطة اهو، ادي ابرتين تعمل وابرتين لا تعمل، لا تعمل دي يعني نحط نقطة، يعني معناها ابرة غير شغالة. طبعا الابرة الغير شغالة دي ملهاش اي حسابات عندي، عشان حتى لما بنيجي نشتغل المقايسات ما بعملش اي حساب ليها. يبقى ده كده السطر رقم 5. انا كده عملت ترتيب الابر بس ما عملتش خط سير الخيط. طيب ابدأ اعمل خط سير الخيط اهو، دول 2 جنب بعض وجه و2 جنب بعض ظهر اهو، تاني 2 جنب بعض وجه و2 جنب بعض ظهر بنفس الترتيب اهو، 2 جنب بعض وجه و2 جنب بعض ظهر اهو. انا كده مادام حطيت خط سير الخيط بقى ده كده اسمه اسلوب خرائطي. طيب نيجي نعمل الاسلوب الرمزي بتاعي اهو، قال لي على 4 ابر، هعد 4 ابر بالشكل ده كده و5 سطور. اهو واقفل المساحة بتاعتي 4 ابر و5 سطور بالشكل ده كده، واجي هنا ابدأ ارسم. قال لي الابرة الاولانية ابرة وجه، تمام، يبقى رمزها اكس. هنمشي بقى المرة دي بالصف، يعني احنا المرة اللي فاتت في الرب واحد لواحد مشينا بالعمود، لا انا المرة دي همشي بالصف عشان ابين لكم ان الاتنين زي بعض. يبقى اول ابرة هي عندي وجه، اللي جنبها برضو وجه اهي، وبعد كده 2 ظهر اهو، يبقى 2X و2O بالشكل ده كده. السطر التاني برضو 2X اهو و2O، السطر التالت 2X و2O،
السطر الرابع 2 اكس يعني 2 وجه و2 ظهر يعني 2 او اهو و2 او. السطر الخامس 2 وجه و2 ظهر يعني 2 اكس و2 او اهو بالشكل ده كده. انا كده عملت الاسلوب الرمزي، يبقى انا عملت اسلوب خرائطي وعملت اسلوب رمزي. فاضل الاسلوب الاخير اللي هو الاسلوب التصويري اهو. قلت ان احنا بنعمل النقط بتاعتنا على مسافات متساويه، 4 ابر اهو. قال لي المره دي بقى 5 سطور، فهعد هنا 1 2 3 4 5 بالشكل ده كده اهو. النقط دي بتساعدني ان انا اطلع غرز متساوية ومتناسقة، يعني ما يكونش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، لا بيبقوا قد بعض بالظبط اهو بالشكل ده كده. طيب احنا عندنا العمود الاولاني، ايوه العمود الاولاني كله غرزة وجه، العمود التاني وجه، العمود التالت ظهر، العمود الرابع ظهر. يا اما برضو همشي صف يا اما همشي عمود، الاتنين عندي صح. انا المرة اللي فاتت في الرب 1 لـ1 مشيت كده في التصوير صف، المرة دي همشي عمود اهو. يبقى دي كده اول عمود وجه، اول ابرة عملت لي 5 سطور وجه. طبعا الميزة ان مفيش ولا تعليق ولا استطالة ولا اي حاجة خالص، ده عبارة عن غرزة تصريف ثابتة. طبعا هنا الكامات دي بتبقى بمجرى واحد، لان الابر عندي بتبقى بكعب واحد. طبعا 2 وجه اهو، عشان انا عندي اول عمودين وجه بالشكل ده كده اهو، اول عمودين وجه وبعد كده عمودين ظهر اهو بالشكل ده كده. ادي العمود التالت اللي هو في الضيل وطبعا ظهر، وادي العمود الرابع اللي برضو في الضيل فطبعا عامل ظهر اهو بالشكل ده كده. يبقى انا كده عملت عمودين وجه وعمودين ظهر، يعني 4 ابر و5 سطور. وقلت بعد ما بعمل الرأس ببدأ اعمل الساقين اهو، هبدأ اوصل بالشكل ده كده الساقين اهو بالشكل ده اهو، وببدأ التانية اللي بعدها العمود التاني بالشكل ده كده، وبعد كده العمود التالت. طبعا سهلة جدا، محتاجة بس شوية تمرين. وطبعا اللي خلانا رسمنا خلايا النحل الخفيف والثقيل في الترم الأول، يبقى سهل علينا جدا أقمشة الرب أهي. يبقى أنا كده عملت الساق الأولاني، بنزل بالساق التاني أهو بالشكل ده كده اهو، العمود الاول والعمود الثاني كان غرزة وجه اهو بالشكل ده كده، والعمود الثالث زي ما اتفقنا كان في الضيل فغرزة ظهر اهو بالشكل ده. انا بكده بقفل الساق الثاني للعمود الرابع، ده كده تكرار، يعني 4 ابر دول تكرار واحد. طيب اوصل بقى القدمين بتوعي، ايوه اهو ادي القدمين بتوعي هم بيتوصلوا عادي بالشكل ده كده، سهلة جدا وبسيطة. بس اهم حاجة وانا شغالة ابقى واخدة بالي من الخطوط كويس قوي، واخدة بالي ازاي ارسم غرزة الظهر، ازاي ارسم غرزة الوجه تصريف، سهلة قوي مفيهاش اي حاجة، محتاجة بس تمرين ايد اهو. ولو حبيت اكمل برضو الساقين من فوق من هنا بالشكل ده كده، عشان تبقى الغرزة الأخيرة متشابكة، تبقاش لوحدها كده، عشان تبقى متقفلة لغاية الآخر. يبقى أنا كده عملت السطر الأول التاني التالت الرابع الخامس، والعدد الإبر 1 2 3 4. يبقى أنا فعلا كده حققت له المطلوب بتاعه، قال لي ارسمي الأسلوب الرمزي والخرائطي والتصويري لغرزة الرب 2 على 2، وحدد لي 4 أعمدة و4 سطور. جيت وانا برسم بعمل التكرار بتاعي، معنى ان 2 لـ2
رتبت الابر بتاعتي اتنين شغالين في السلندر يليها ابرتين غير شغالين في السلندر. وبالنسبه للدايل العكس، بدات بالابر الغير شغاله وبعدين الابرتين الشغالين. رسمت اربع سطور، لا هو ما قاليش اربعه، هو عايز خمسه، فرسمت خمس سطور وعملت اربع ابر. التكرار عندي هنا على اربع ابر. ليه اربع ابر؟ لان انا قلت اتنين لاتنين، لو انا جمعتهم هلاقيهم اربع ابر. بعد ما رسمت الاسلوب الخرائطي بدات انزل بالاسلوب الرمزي، حدود اربع اعمده زي ما هو قال لي، يعني اربع ابر وخمس سطور. وبعد كده رسمت الاسلوب التصويري او رسم خط الغرزه تحت الميكروسكوب. بكده يبقى انا خلصت النوع الثاني من الرب. بدانا بالرب واحد لواحد والرب اتنين لاتنين. اللي قلنا الرب ده ممكن يستخدم في عمل اللياقات والاساور والملابس الداخليه لانه بيتميز بايه؟ ايوه بيتميز بالمطاطيه. ناخد بالنا ان الجزء النظري بيبقى صغير، لكن بتجيلي فيه تكات كده، بتجيلي كده يجي يقول لي علل مثلا يستخدم الرب في الاساور والليات، يبقى لازم انا اقول كون عارفه الاجابه ان هو لانه بيتميز بالمطاطيه. ممكن تجيلي في اكمل من مميزات الرب نقط او من انواع الرب نقط، يبقى انا في الحاله دي الجزء النظري بيبقى صغير بس لازم هيجيلي منه سؤال، سواء كان في سنه تانية او في سنه ثالثه. دايما بنعتمد ان في سؤال نظري صغير كده على الجزء النظري بتاع التراكيب، وبعد كده بقيه الغرز رسم. طيب نشوف مع بعض بقى النوع الثالث من اقمشه الرب عشان نبقى خلصنا النهارده الرب كله. النوع الثاني عندي من اقمشه الرب، واحنا قلنا ان الرب الاولاني كان واحد لواحد، الرب الثاني كان اتنين لاتنين، وادي دلوقتي الرب تلاته لتلاته. طبعا رب تلاته لتلاته يبقى معناها ايه؟ ايوه تلات ابر في السلندر يليها تلات ابر شغالين وتلاته غير شغالين في السلندر وتلاته في العكس. طيب نبص كده بيقول لي ايه؟ الرب 3 ل 3 مطلوب رسم رب 3 ل 3 في حدود، في حدود ايه؟ 6 اعمده واربع سطور. هو ليه قال لي 6 اعمده؟ ليه ما قاليش 4 اعمده؟ لان هو لو قال لي 4 اعمده يبقى انا كده ما عملتش تكرار، لان هو بيقول لي 3 ل 3، يبقى اقل تكرار بتاعي او التكرار بتاعي على 6 ابر. صعب قوي ان هو يقول لي ارسمي الرب 3 ل 3 في حدود 4 اعمده او ثلاث اعمدة او خمس اعمدة، لكن ممكن يقول لي 10 اعمدة، ممكن يقول لي 12 عمود، لكن ما يقوليش اقل من الستة. ليه ما يقوليش اقل من الستة؟ لان انا عندي التكرار اصلا على 6 اعمدة. ينفع ان هو يقول لي ارسمي اقل من التكرار؟ طبعا ما ينفعش، يبقى انا لازم اقل حاجة هي التكرار بتاعي. يبقى هو هنا قال لي ارسمي الرب 3 على 3 في حدود 6 اعمدة وكم سطر؟ قال لي 4 سطور. طيب نبدأ مع بعض كده ونرسمه مع بعض ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. احنا عندنا ده اول حاجة، ده تاني حاجة عندي هو الرب 3 ل 3. قلنا ان الرب 3 ل 3 ده معناه ان في 3 ابر شغالين و3 غير شغالين، عايز اربع اعمدة سوري اربع سطور و6 اعمدة. هرسم اول حاجة زي ما احنا متفقين مع بعض دايما هو الاسلوب الخرائطي او خط ترتيب الابر او خط السير الخيط. قال لي هنا تلات أعمدة يعني تلاتة لتلاتة، يبقى أنا هعمل هنا عمود اتنين تلاتة، تلات أعمدة وتلاتة غير شغالين، يبقى تلاتة شغالين وتلاتة غير شغالين أهو، نقطة اتنين تلاتة. يبقى أنا كده عملت السلندر. احنا قلنا اتفقنا إن الجزء اللي تحت ده هو السلندر اللي بيعمل لي غرزة الوجه. طيب وورا هنا الدايل اللي بيعمل لي الظهر اهو، واحد اتنين تلاتة، وهنا الابر الغير شغالة. يبقى انا عندي هنا تلات ابر شغالين وتلات ابر غير شغالين. دي كده كان السطر الاولاني. طب هو مش عايز السطر الاولاني بس، ده هو عايز كمان سطر تاني وسطر تالت وسطر رابع اهو. يبقى انا هرجع اعيد ده تاني كده بنفس الشكل اهو، برضو تلات ابر اهو، تلات ابر شغالين اهو وتلاتة غير شغالين اهو، وفوق العكس بنفس الشكل ده كده اهو. طبعا من اسهل الرسومات عندنا في تراكيب سنة تانية هي الرب اهو، زي كده الاجور في الترم الاول كان برضو سهل وبسيط. ده كده السطر التاني، نكمل واعمل السطر التالت
اهو بنفس المقاس بتاعي، ويا ريت وانا شغاله نسيب المقاسات المسافات تكون متساويه ما بين السطر والتاني عشان يبقى فيه انتظاميه في شغلي. اهو دي كده ابره، واحد اتنين تلاته، وتلات ابر غير شغاله، وفوق العكس اهو بالشكل ده كده، تلات ابر في السلندر يليها تلات ابر في الدايل اهو. ده كده السطر رقم تلاتة، هو عايز اربع سطور اهو، يبقى احنا كده هنعمل السطر الرابع عندي والاخير. يا ريت كده نرسم وتبعتولنا الرسومات كده نتفرج عليها، وان شاء الله نعرض مع بعض كده احلى الرسومات اللي هتجيلنا باذن الله. اهي دي كده تلات ابر وتلات سطور، وبعد كده عملنا السطر الرابع بتاعي. بعد ما عملت التلات سطور عملت السطر الرابع. كل اللي انا برسمه ده مش اسلوب خرائطي، ناخد بالنا، ده اسمه ترتيب الابر، عشان لو جالي سؤال وقال لي اشرح ترتيب الابر او ارسم ترتيب الابر، غير الاسلوب الخرائطي خالص. طيب انا هنا رسمت خلاص ترتيب الابر، وده كده السطر رقم اربعة، وهعمل خط سير الخيط عشان يبقى اسلوب خرائطي اهو. هنزل كده، خدت الابرة الاولى والابرة التانية والابرة التالتة بالشكل ده كده. احنا ايه اللي انا عملته ده؟ ايوة، يبقى معناه كده ان احنا هنرسم ايه؟ تلات ابر جنب بعض تصريف وجه، وتلات ابر جنب بعض تصريف ظهر اهو بالشكل ده كده اهو. عملتها بلون تاني عشان تبقى بالنسبة لي اوضح اهي بالشكل ده كده. السطر التالت اهو عملت تلات ابر في الوجه الامامي وتلات ابر في الوجه الخلفي اهو. طبعا احنا عارفين الوجه الخلفي ده اللي هو الضيل اللي بيعمل لي ظهر القماش اهو. يبقى انا كده عملت الاربع سطور بتوعي. اجي اعمل بقى الاسلوب الرمزي بتاعي اهو، نعمله على جنب هنا عشان المسافة تكفي معانا اهو. على كام ابرة؟ ايوة على ست ابر، ده اربعة خمسة ست ابر. ليه ست ابر؟ لان ده اقل حاجة للتكرار. هو ممكن يقول لي زودي لكن اقلل عن الست ابر لا، لان استحالة ان هو يجي يقول لي ارسمي اقل من التكرار اهو. ست ابر واربع سطور، لان التكرار بتاعي هيبقى على سطر واحد بس اهو بالشكل ده كده. وبقفل المساحة بتاعتي اهو بالشكل ده. وقلنا عندي تلات ابر جنب بعض وجه، يبقى تلاتة اكس اهو بالشكل ده، وتلاتة تانيين جنب بعض ظهر، يبقى تلاتة او اهو. السطر التاني هيبقى تلاتة اكس بالشكل ده وتلاتة او. السطر التالت زيه تلاتة اكس وتلاتة او. والسطر الرابع برضو تلاتة اكس اهو وتلاتة او. يبقى انا كده عملت الاسلوب الرمزي اهو، ده كده اسلوب رمزي وده كده اسلوب خرائطي زي ما اتفقنا. وفاضل اخر اسلوب عندي هو الاسلوب التصويري اهو. هعمل النقط بتاعتي على مسافات متساوية، ولتكن كام بقى؟ احنا قلنا كام ابرة بقى؟ اي واحد يفكرني كده بسرعة. ست ابر، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، لان احنا اتفقنا ان اقل تكرار عندي هو الست ابر. بعد كده انا ممكن احط عدد السطور اللي انا عايزاه، هو هنا قال لي اربع سطور اهو، يبقى ست ابر واربع سطور. بعمل النقط اللي انا هشتغل عليها. في طلبه بتشتغل على طول من غير ما تحط نقط، طبعا استحاله انها تطلع الغرزه مظبوطه او منتظمه، يبقى انا بحط الخطوط النقط دي عشان تساعدني، يعني زي خطوط عمل كده ملهاش اي علاقه بالتركيب، لكن هي بتساعدني بس عشان اعمل فيه انتظاميه في الغرزه بتاعتي. طيب اكمل عندي بعد كده، قلت تلات اعمده وجه وتلات اعمده ظهر اهو. تلات أعمدة، أدي العمود الأولاني، أدي العمود التاني، وأدي العمود التالت.
تلات أعمدة وجه وتلات أعمدة ظهر أهو بالشكل ده كده، تلات أعمدة وجه وتلات أعمدة ظهر. طيب السطر التاني أهو، تلات أعمدة وجه بالشكل ده كده أهو، وتلاتة ظهر أهو، تمام أهو. يبقى أنا كده عملت سطر تاني، السطر اللي بعده أهو تلات أعمدة وجه بالشكل ده أهو، وبرضو تلاتة ظهر. يبقى أنا كده عملت الصف التالت، الصف الرابع والأخير أهو، وجه طبعا تلاتة لأن احنا قلنا ده ترتيبه تلاتة، ده اسمه ريب تلاتة أهو، يبقى تلاتة وجه وتلاتة ظهر. طبعا مادة التراكيب دي من المواد الجميلة جدا اللي الطلبة كلها بتحبها عشان ما تحتاجش مذاكرة، افهمي الغرزة بس وطبقي بإيدك وما تذاكريش. واحنا عندنا طبعا الطلبة معظمها مش بيحبوا المذاكرات كتير ولا المواد النظرية كتير أهو. عملت أول ساق اللي بعده أهو بالشكل ده كده، واللي بعده أكمل أهو بالشكل ده. يبقى أنا كده عملت الساق الأولاني للعمود الأول والتاني، وهعمل الساق أهو للعمود التالت بالشكل ده كده أهو، السطر العمود اللي بعده، غرزة الظهر بقى أهو نفس الشكل ده كده، اللي بعده ادي العمود اللي بعده وادي اللي بعده. يبقى انا كده رسمت العمود الاول لكل الرأس اللي انا عملتها. طيب هرسم العمود التاني او الساق التاني اهو بالشكل ده كده. انا كده رسمت الساقين للعمود الاول وكده الساق للعمود التاني وكده اهو الساق للعمود التالت بنفس الشكل ده كده اهو، بعمل الساق للعمود اللي بعده اهو اهو الشكل ده كده. يبقى انا عملت الساقين لكل الاعمده اللي انا عملتها. هبدا اوصل بقى اهو بالراحه خالص اهو، الوجه اهي مع الوجه، توصيله سهله جدا وبسيطه اهي، مفيهاش اي حاجه اهي، بايديا خالص بدل ما استرت الدواير ممكن تطلعها مش مظبوطه، بايدينا بنحاول نظبطها على قد ما نقدر، لان ده خيط، الخيط معرض ان هو يتشد ويميل، ما هوش خط مستقيم يعني اهو بالشكل ده كده اهو. انا كده التالت، وبعد كده اهو الرابع، بعمل الساقين كأنهم نازلين من فوق عشان اعمل القدمين اللي تحت اهو بالشكل ده. يبقى انا كده رسمت الاسلوب التصويري لمين؟ لرب تلاتة على تلاتة. رب تلاتة على تلاتة اتفقنا ان هو عبارة عن تلات ابر جنب بعض شغالين وجه، جنبهم تلات ابر غير شغالين في الضايل العكسي. احنا اتفقنا ان ده سلندر واللي فوق ده ضايل، السلندر بيعمل لي الوجه والضايل هو اللي بيعمل لي الظهر. اتفقنا كمان ان انا عندي السطر الاولاني الابر اللي شغاله في السلندر قصادها ابر غير شغاله في الدايل، والابر اللي شغاله في الدايل قصادها ابر غير شغاله في السلندر. واتفقنا ان اقل تكرار عندي في الثلاثة على ثلاثة هي ست ابر. ليه؟ لان انا عندي ست ابر هو التكرار، فما ينفعش ان انا اقلل عن كده. هو قال لي هنا عايز ست ابر او ست اعمده واربع سطور، فرسمت له العمود الاول والثاني والثالث والرابع ترتيب ابر فقط، مجرد ما حطيت خط سير الخيط بقى اسلوب خرائطي. اما جيت عند الاسلوب الرمزي عملت ست ابر في اربع سطور وقفلت المربع بتاعي
وبصيت هنا لقيت عندي اول 3 وجه اهو، رسمت اول 3 وجه وجنبهم 3 ظهر اللي هم خاصين بالضيل، ده للسطر الاول. وطبعا الاول زي التاني زي التالت زي الرابع، كلهم تصريف ما فيهمش اي تغيير. بعد كده عملت الاسلوب التصويري، حددت النقط بتاعتي على مسافات متساوية، وعملت 3 أعمدة وجه يليهم 3 أعمدة ظهر. يبقى احنا كده خلصنا الرب 1 لـ1 والرب 2 لـ2 والرب 3 لـ3. هناخد كده مراجعة سريعة الجزء اللي احنا خلصناه النهاردة عشان حلقتنا خلاص على وشك الانتهاء. خدنا النهاردة أول نوع من أقمشة التريكو المنتجة على الماكينة المستديرة ذات السلندر والقرص أو السلندر والدايل، وهي أقمشة الرب. قلنا إن في منها 3 أنواع، رب 1 لـ1 ورب 2 لـ2 ورب 3 لـ3، تمام. وقلنا كمان إن أقمشة الرب دي بتتميز بالمطاطية، لذلك بتستخدم في عمل اللياقات والأساور وكمان المنتجات الداخلية. وقلنا إن المكنة اللي بتنتج عليها الرب هي المكنة مستديرة ذات سلندر وقرص، ومعنى كلمة مستديرة يعني عندي قضيب الإبر شكله مستدير. بيعلو السلندر عندي قرص اسمه الضيل، به فتحات لوضع الإبر أفقية. علشان كده أنا بحط ماجة شغالة، بحط الإبرة اللي في السلندر بتتعامل مع الإبرة اللي في الضيل عادي خالص، مفيش أي مشكلة، ما بيحصلش أي احتكاك ما بينهم، لأن وضع الإبرة في السلندر رأسي أما وضع الإبرة في الضيل أفقي. وقلنا ان مجرى الكامات عندي هنا 1 لان انا مستخدمه نوع 1 من الابر، لكن ان شاء الله في الحلقات القادمه لما نبدا ناخد الميلانو ريب والبيكيه الفرنسيه والبيكيه السويسريه هنبدا نزود المكن عندنا بنوعين من الابر، الابر الطويله والابر القصيره، وبالتالي هنعمل كمان للكامات مجريين، مجرى لتعامل الابر الكعب سوري الابر الطويله ومجرى لتعامل الابر القصيره. في فرق ما بين الإبرة الطويلة والإبرة القصيرة والإبرة ذات الكعب الطويل وذات الكعب القصير، ودايما بنتلخبط ما بينهم. وقلنا إن الإبرة الطويلة زي الإبرة القصيرة بالظبط لكن المقاس مختلف، أما إبرة ذات كعب طويل وكعب قصير دي بتنتج في المكنة المستطيلة النصف جكر، واللي احنا عملنا عليها تصميمات في الترم الأول باختلاف ترتيب كعوب الإبر، لكن الإبرة طولها 1، الاختلاف بس في مقدار بروز الكعب أو في طول الكعب. يبقى احنا كده خدنا أقمشة الرب النهاردة بكل أنواعها. إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله هنكمل الميلانو رب والبيكيه الفرنسية والبيكيه السويسرية، وهنختم إن شاء الله بالبيرل أو الغرزة المعكوسة. أتمنى إن أنتوا تكونوا ساعدتوا معايا وفهمتوا معايا كويس وحضرتوا ورقكم وقلمتكم واشتغلتوا معايا، وإن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله هنكمل مع بعض بقية الغرز ونقسمها مع بعض خطوة خطوة. وعلى أمل اللقاء، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.